اركن الشماعات على جنب ووقف التفكير في أي حجة، أي حجة أو شماعة ريحتك، بس في الحقيقة ممكن تكون عطلتك كتير. شماعة الظروف أو شماعة الأهل، صدقني أنت تقدر تعمل أي حاجة وتقدر تغير أي حاجة. بقول اركن الحجج والشماعات علشان هنتكلم بالعقل وللعقل. أصل العقل البشري ده معجزة المعجزات. الباحث والمحاضر الدولي براين ترايسي في مؤلفه Personal Success أو النجاح الشخصي سأل سؤال مهم أوي ويعتبر بسيط. السؤال واللي قاعد يبحث فيه سنين كان باختصار: لماذا ينجح البعض ويخفق آخرون؟ الباحث توصل لعدد من النتائج المهمة، وأولها قوانين العقل. إيه حكاية قوانين العقل؟ قوانين العقل دي باختصار عبارة عن ثلاث قوانين: قانون اسمه الاعتقاد، وقانون اسمه الجذب، وقانون ثالث اسمه التطابق. إيه القوانين دي؟ ويا ترى كل عقول البشر تخضع ليها؟ الإجابة أيوة. إزاي؟ خلونا نعرف بعد الفاصل، والكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90-90. أول القوانين اللي حددهم براين ترايسي في كتابه هو قانون الاعتقاد. زي ما قلنا، إيه بقى قانون الاعتقاد؟ باختصار شديد، الاعتقاد هو الإيمان بالشيء، وهو المبدأ الرئيسي في الأديان وفي الفلسفة وفي علم النفس وفي علم الاجتماع وكمان في علم النجاح. ما هو النجاح اتفقنا إنه هو علم. طبقا لهذا القانون، فإن ما تؤمن به بكل حواسك حتى وإن لم تراه سيصبح واقعا في حياتك. النقطة دي اتفق فيها براين ترايسي مع المؤلف الأمريكي الشهير وين داير، اللي بيقول: لا يؤمن المرء بما يراه، ولكن يرى ما قرر أن يؤمن به. وقانون الاعتقاد ده سيادتك بيشتغل على تضاد في العقل البشري، معتقد إيجابي ومعتقد سلبي. ارتكانك لفترة طويلة على العنصر الإيجابي بيجذبه ليك والعكس، وكلنا بنمر على النوعين دول في حياتنا بمخاوفنا اللي كتير بتثبت الأيام إنها كانت مجرد أوهام وعطلتنا. علشان كده بيوصي براين ترايسي إنك تحدد النقاط السلبية في تفكيرك، ومحدش هيقدر يحددها غيرك، وبيطلب منك إنك تواجهها وتنطلق باعتقاد إيجابي إنك تقدر. وأول سلمة في بداية النجاح إنك تتخلص من كل ما هو سلبي، سواء أنت اللي جلبته لنفسك أو اللي حواليك صوره لك عن نفسك. إن اللي حواليك مثلا يقولوا لك إنك عاجز عن النجاح، صدقني ده وهم. إن اللي حواليك يصوروا لك إنك محدود الذكاء، صدقني دي كذبة. المسألة في الأول وفي الآخر مجرد قرار، بس قرار صادق. طيب، وبالنسبة بقى لقانون الجذب وقانون التطابق، دول هنتكلم عنهم في الحلقات اللي جاية، علشان خلصت حلقتنا، لكن الكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90-90.